إذا للحديث عن تطورات العمليات العسكرية في أوكرانيا وحرب المسيرات ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من إسطنبول الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي. دكتور حاتم أو سيادة العقيد حاتم، مرحبا بكم. بداية، كيف يمكن قراءة الهجوم على العاصمة الروسية موسكو وذلك بعد هجمات موسعة بالطائرات المسيرة تعرضت لها العاصمة الأوكرانية كييف؟ سلامي لك أستاذي الكريم والأستاذ المشاهدين. الحقيقة الطائرات المسيرة الآن نلاحظ نحن نشاط كبير جدا لتبادل القصف عبر المسيرات بين أوكرانيا وروسيا، هذه إلى أكثر من قراءة. أولا يعني يدفعنا إلى أن تكون أكثر من قراءة أن العالم كله سوف يتوجه باتجاه الحروب الكلاسيكية عبر الطائرات المسيرة والاستغناء عن الطائرات النفاثة والفخصوتية المستخدمة حاليا لأكثر من سبب. أولا لغلاء يعني للفارق الكبير بين ثمن الطائرة المسيرة وبين طلعة واحدة تدريبية للطائرات النفاثة الكلاسيكية، إذن لرخص ثمنها ويعني توفير روح الطيار الذي يعني أنت تتعب وتخسر الكثير جدا على تدريبه ليكون مهيئ لمثل هكذا حروب. هذه واحدة. طيب، الثانية أن روسيا هي التي أعطت المبرر لأوكرانيا بأن تبدأ تجتاز الحدود الروسية وتقصف داخل الأراضي الروسية، لأنه عندما تقصف العاصمة الأوكرانية كييف لم يعد هناك يعني أي مبرر لعدم الرد بالمثل. نعم، ولكن سيادة العقيد، يعني هل هناك أسباب دفعت روسيا لاتباع هذا الأسلوب في الهجمات ضد أوكرانيا؟ نعم نعم، السبب واضح جدا وجلي ولم يعد يخفى على أحد. نعم، روسيا بعد أن دخلت الحرب مع أوكرانيا وفي الأيام الأولى من حرب روسيا على أوكرانيا تبين واتضح أن الجيش الروسي جيش غير مدرب على الإطلاق، يعني جيش مهمل تماما، لا تقنيات، ولاحظنا من خلال متابعتنا المستمرة لتحركات الجيش الروسي وأداؤه في أوكرانيا وضياع للأرتال، عدم التزام بخطة عسكرية معينة تأتي من المركز وتطبق، طبيعة التعامل مع السلاح، لا توجد عقيدة عسكرية قتالية لدى المقاتل الروسي، هذه كلها لمسناها مما دعاني أنا شخصيا أن أقول على إحدى الفضائيات في اليوم 12 من المعارك بين روسيا وأوكرانيا. نعم، أن هذه الحرب ستطول جدا جدا جدا، لأنه واضح تماما يوجد أسلحة في روسيا ولكنها تفتقد إلى التقنية، وروسيا ترشانة من الأسلحة لكن التقنية تنقصها، يوجد لديها جيش والجيش ثبت أخيرا أنه غير مدرب واعتمد بالقتال الأرضي، يعني إذا تلاحظون بأكمله على قوات فاغنر، وفاغنر هي عبارة عن منظمة مرتزقة يعني ليست جيش. ونلاحظ كيف بدأ رئيس مجموعة فاغنر يتطاول على الجنرالات الروس بالاسم وبإهانات كبيرة، ثم انتقلت هذه الإهانات وصلت إلى رأس الهرم، يعني بدأ ينتقد السياسة الروسية. لذلك يعني أفلست روسيا من إطلاق جيوشها على الأرض والمسك بالأرض وخوض معارك واشتباكات أرضية، مما اضطرها إلى استعمال الحرب عن بعد، فهي تضرب بالمسيرات وتضرب صواريخ بعيدة المدى وعبر الطيران الكلاسيكي أو النفاث المعتمد يعني من خارج حتى حدود أوكرانيا. هذا يعني هذا النوع من الحرب فرضه على روسيا ضعف أداء جيشها. طيب سيادة العقيد، هذا النوع من التكتيكات العسكرية وهي استخدام الطائرات المسيرة، تعتقد أنه سيغير من مسار الحرب في أوكرانيا مستقبلا؟ حتى الآن ما استخدم من طائرات مسيرة من الطرفين لا أعتقد، يعني لا أرى أن له التأثير
الواضح يعني، لا تزال الحروب بالمسيرات بين أوكرانيا وروسيا إلى الآن هي عبارة عن تشتيت للعدو وخسارة، كل طرف يحاول إيقاع الخسارة بالطرف الآخر. أما أنها انتظمت كطائرات مسيرة تدخل بأعداد كبيرة وتكتسح مناطق كبيرة وتحقق إصابات بأهداف العدو، أنا أتكلم هنا عن الطرفين. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. سيادة العقيد، بالنسبة للدعم الغربي لأوكرانيا، تعتقد أن الدعم الغربي ربما بالمستقبل المنظور سيمكن أوكرانيا من تحويل مسار الحرب، خاصة أن أوكرانيا قد خسرت باخموت؟ نعم، خسرت باخموت. وبالنسبة للغرب أمريكا بالذات تحقق انتصار في كل يوم يمر على هذه الحرب. أمريكا أولا وأخيرا حتى لو دمرت أوكرانيا بأكملها ليس مهما لديها بقدر ما هو مهم استنفاذ طاقات الاتحاد الروسي إلى أن يصل إلى حد الانهيار، وهذا ما يحصل الآن. لذلك لابد من زيادة الدعم ومستمرون، ونحن نرى أن الدعم وصل إلى تزويد أوكرانيا بطائرة F-16 وهي طائرة متطورة جدا، وأن الطيران الشرقي توجد ميزات في الطيران الشرقي غير موجودة بالF-16، لكن أولا وأخيرا تبقى الF-16 أدق أداء وأكثر مهارة في القتال. عبر تطبيق زوم من اسطنبول، الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لكم.